اثنين. السلام عليكم كل متابعين قناه اخبار الفرج المغربيه مباشره من مدينه القنيطره، بالضبط مقبره رضوان. حيت فين كيتواجد داك الشخص اللي قالوا بان سمعوا الصوت ديالو في المقبره؟ إذن كي كتشوف معنا متتبعين قناة أخبار الفرج المغربية هنا بمدينة القنيطرة بمقبرة الرضوان، حيثنا اليوم كانت واحد الضجة من المواطنين، حيث أن دخلت السلطات المحلية والسلطات الأمنية مباشرة بعد ما جاهم هذا الخبر. هذا جاو باش يتأكدوا من الموضوع واش بصح كاين شي حد هنا على قيد الحياة. إذن هذا هو القبر، حاولوا يحفروا شويه من جهه الراس ديالو. لحد الساعه مازال ما عندناش المعطيات الكامله. الله يرحم جميع امواتنا المسلمين، المسلمين والمسلمات اجمعين عفوا. عندك صاحبي تما الخيال ديالك من لحد الساعه، لحد الساعه ما كاينش معطيات جديده، غير اننا وصلنا ولقيناهم حافرين القبر ديالو من جهه الراس، لكن ما تحفرش القبر كامل. ما عرفناش لان داك الشغل تيبقى ديال رجال الامن وداكشي ما غاديش نعرفوا اكثر منهم. اذن كنتوا معنا عبر جريده اخبار الفجر المغربيه، غادي نوافيكم بالمستجدات اذا كانت هناك اي مستجدات. السلام ورحمة الله. شنو تقدر تقولي لينا؟ تنقدر نقول لكم انا تنخدم في الروضه، تنبيع الماء وتنبيع الزهر. مشيت ديت لهم ميها غنسقيو، سمعوا الدقان، انا سمعت الدقان، سمعته بنتهم، سمعت باها تيدق، قالت لهم با تيدق، قال لها خويا سكتي. من اللي بقى تيدق؟ بس بنت من؟ بنت السيد اللي في المقبره الميت. اللي ميت. حيدت صندالته بقات تغوت، قالوا لها سكتي ما تغوتيش. جا المخزن قال لهم واش يمكن تسنيو لينا نجبدوا هذا الراجل؟ قالوا لهم ما نقدروش. ما بغاش تسني حتى واحد. بقينا احنا متى نمشي تنحني تنسمع الراجل تيدق، الشاهد تيتهز قدامنا، الشاهد تيتهز من تيهز وكاي تيبقى يدير بحال هكا وتيزعزع القبر وتيدير تنسمعوا النينا. صافي ملي شلنا ما مشى بحالاتهم، جا المخزن جري علينا، جينا بحالاتنا، جيت لطابلتي. هادشي اللي كاين، يعني الولاد ديالو ما بغاوش يسنيو، ما بغاوش يسنيو البوليس. شي حاجه في راسهم هادوك، عندهم شي حاجه، شي قضيه الله يعلم بيناتهم، عن بهم الله سبحانه. الراجل باقي حي، باقي تما كاين حي، ما بغى حد يجبدو. المخزن براسو جا شافو وشاف حالاتو. مشيت هبطت لقيت الناس يحطوا راسهم على القبر، ولدهم تيفرق على القبر تيقول لهم حتى واحد ما يسمع. بانا حنا راه ماتش هاد الخرافات هادي، لا تيقولوا له الناس، لا تيحط ودني على القبر تيقولوا له لا راه الزديح كاين، تيقول لهم هو ما كاينش، اللي عنده شي شغل يمشي يقضيه. خلينا حنا تابشا، جات السلطات المحليه غدير الاجراءات ديالها، ما بغاش يسنيو لهم. مشات السلطات جاوعوا ثاني الناس، بقاو مجموعين على القبر ثاني، عيطوا السلطات المسؤولين ديال الروضه، قالوا لهم راه القبر باقي تيتزعزع، باقي تيتزعزع، راه هادشي راه مؤكد، اما راه ماشي شي حاجه كذو. ملي جات السلطات عاوتاني بقاو تيجريو على الناس أربعة اليومين هذا. يمكن هذا الشخص اللي شاف دينو الناس راه الابن ديالو، تيقولوا له غادي نتابعوك لانك ما بغيتيش الخبر يفتح، على حساب كيقولوا له الناس. Thank you.
اخبار الفرجه المغربيه. هاد السيد هذا فتحوا عليه دابا، فتحوا له. فتحوا عليه. كاين ما لقاوش حي، ما لقاوش حي، ما لقاوش حي. انا المهم انا شفته. انت شفتي عراولو على وجهه؟ لا ما عراولوش على وجهه، حيدو غير البريكات. ولكن ما قاسوش، ما قاسوش، شافوه ما كيتهز ما كيهدر الضوء عليه. هو راه كان يهضر دابا شنو هو